السنة طبعا لا كنت سنوات العقبين يشهد طبعا أوضاع متدهورة في الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهناك حق إهمال حكومة بشكل كلي، وتطور حق مخيف للمجال الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث البطالة والعمل الباطني والهشاشة وتدني الأجور وضعف القدرة الشرائية. هذا طبعا مع تفاقم الحق في زيادة أسعار المواد الأساسية، غياب طبعا احترام القوانين وفصل الجماعي للعمال مثل ما شراف تازياس تنكروس وغيرها من المؤسسات، وشوفوا طبعا نهب مستمر لخيرات البلد وفي الوقت اللي الحق الناس تعيش البؤس والحرمان والإقصاء، وهذا الحق ما فيه ملية حوار، طلبنا مرارا الحوار أجل إيجاد حلول هذه المشاكل التي تتعقد بعد يوم، ولكن ما وجدنا شيء من الأطراف الاجتماعية اللي طبعا هي الله تعود عندها إحساس وشعور ما تعيشه البلاد من أوضاع وشكل عام والعمال بشكل خاص. لأن اليوم أيضا نعبر عن استياءنا من هذا المؤتمر، نعبر عن أفضل حالات الوضع اللي نستعد